اهلا بكم متابعينا في كل مكان، وهذا البث الحي الجديد المباشر من مدينه الخارجه محافظه الوادي الجديد. نحن مع الطالبه الاولى على مستوى الجمهوريه مدارس متفوقين ستيم بمدينه اسيوط، وهي بنت من ابناء او من بنات الوادي الجديد وتعيش في مدينه الخارجه. فاطمه ايمن حمود، الف مبروك الاول يا فاطمه. حضرتك الف الف مبروك. كنت متوقعه تطلع الاولى على مستوى الجمهوريه؟ لا خالص، مش متوقعه تطلع الاولى على مستوى ولا الجمهوريه من 100 حتى. ولا حتى من 100؟ طب ليه بقى؟ لا، هو الامتحانات ما كانتش ظريفه اه وغير كده انا يعني حساني عاديه، مش الشخص المميز اللي بيذاكر كتير بقى اللي كنت بتذاكر كام ساعه في اليوم؟ او بعد المشاريع، يعني المشاريع كانت بتاخد الوقت كله. انت الاول مدرسه ستيم اسيوط، لكن اصلا من الوادي. الوادي الجديد، من الدخل، من الدخل وعايشه في الخارج. الخارج لا دي رحله بقى. قولي لي بقى ايه الرحله دي، بتقضيها ازاي؟ بتروح اسيوط ازاي وتيجي تاني الوادي الجديد؟ الاسيوط بروح وبسكن مسكن المدرسه عادي، وبرجع كل 3 اسابيع او 4 في ثالثه بالذات. طب يعني وهناك بيوفروا لكم معيشه كويسه؟ ولا الحمد سكن لله يعني. فقط والاكل لا، والشرب؟ سكن واكل. سكن واكل وشرب، تمام. انت علمي علوم طبعا، مجموعك كام؟ 666 و98 من 100. اهم حاجه ماشي. و98 من 100 دي اللي خلاكي في الاولى طبعا، صح؟ لا اللي خلاكي في الاولى طبعا. اول ما نورنا يا حاجه، كل سنه وانت طيبه، والف مبروك لبنتك، ربنا يخليك، والف مبروك لاستاذ ايمن، ربنا ربي يخليك. طبعا احنا هنكمل معاك يا فاطمه. كنت بتذاكر كام ساعه في اليوم؟ هو بعد المشاريع وبعد ما خلصنا كل حاجه بقى كان اليوم صافي، يعني ممكن يجي على 8 10 بالكتير قوي لو اليوم انا سوبر هيرو فيه. فكده لا، 8 ساعات في اليوم. لكن قلت لي قبل كده ان في بركه معينه في حياتك وليها سر كده قالتها لي الحاجه، ايه هي بقى؟ القران الكريم. القران الكريم تحفظي في القران؟ بحفظه، الحمد لله. مداوم على الحفظ، مداوم على الحفظ. ورد يومي ان شاء الله. بتقرا قد ايه بقى مش كل يوم؟ يومي يومي يعني. ورد قراءه ولا ورد حفظ؟ القراءه ما كنتش صراحه، كنت ساعات بخسع فيه عشان الامتحانات وكده، بس لا كنت بعوضه في ايام ثانيه. لكن تسمع قران كتير قوي. خدت دروس الاول ولا ما خدتيش؟ خدت. في ايه بقى، مواد ايه اللي خدت فيها الدروس؟ انا تقريبا يعني خدت في كله ما عدا الانجليش، وفي مواد كنت بتابع فيها كتير، يعني عشان بس كنت ببقى خايفه اللي هو افرض مدرس قال المعلومه وانا مش عارفاها فهتبقى ضاعت عليا وكده. فلا كنت بتابع، كنت بتابع برضو من مدرسين اليوتيوب الفري، وكنت بتابع من مدرسين المدرسه ما شاء الله عليهم بجد. طب الحمد لله، الف مبروك. نفسي تدخلي كليه ايه بقى؟ هو انا كنت ناوي على حسب التنسيق، يعني حسب ما التنسيق هيجي كنت خلاص. علم علوم؟ لكن في رغبه معينه جواك حابه تدخلي كليه معينه، ايه هي؟ ما كانتش كليه معينه بصراحه، يعني كنت اللي هو طول ما هي مجال طبي خلاص. لكن دلوقتي يعني انا عايزه ادخل طب. اكيد عايز تدخلي طب. طب الوادي الجديد ولا طب اسيوط بقى؟ هو انا بصراحه عايزه طب القاهره. طب القاهره بصراحه. اشمعنى طب القاهره بقى؟ تجربه جديده. كنت عايزه كريدت وكده، بس عايزه جزء خاص فيه يعني. كنت عايزه كريدت نظام قسم خاص. طب اشمعنى قسم خاص طيب؟ لا عشان هو ساعات معتمده وكده، فكنت عايزه بيقولوا التعليم فيه يعني تعليم احسن، او اهتمام بالجزء العملي اكتر، ده الاهم يعني. الواحد مش عايزها تروح تحس انها تاخد شهاده في طب دكتوره. لا انت عايز تطلعها دكتوره متمكنه، دكتوره شاطره، عشان زي ما ربنا اكرمها وكان دايما الحمد لله بيكرمنا في كل حاجه في حياتنا. لازم هي برضه ترد جميل للناس والتعليم، مش هينفع ترد وهي مثلا دكتوره او مثلا كانت اي تخصص وهي ضعيفه. طب امسك المايك كده من فاطمه، معلش بعدين. ايوه كده، ناحيه الصفرا كده. ايوه قول لي بقى، انت كنت متوقع ان فاطمه تنجح؟ لا انا متوقع انها تنجح. تنجح الحمد لله. تطلع الاولى يعني؟ تطلع الاولى. الاولى تطلع الاولى يعني؟ لا الاولى بصراحه مش متوقع. انا قصدي تطلع اولى يعني، الاولى على مستوى الجمهوريه ولا حتى على المحافظه يعني، الحمد لله. لا ليه كده طيب؟ هو برضه يعني الواحد امن في ربنا كبير. بس برضه يعني طموحنا احنا الحمد لله. مين اول واحد بلغك طيب؟ كان فيها استاذه اسماء، استاذه اسماء في جامعه الوطن المصري او حاجه زي كده. هي اللي بلغتكم. بس طبعا من كتر الاتصالات مش مركز في الاسم بالظبط. أيوة بس أيوة هي استاذه اسماء. دي اللي بلغتكم، لكن المحافظه ما كلمتكوش. هو في ارقام كلمتني بصراحه، عشان في ارقام رنت. بس طب قول لي زي من الاول، انت قبل ما تديها المايك انت شغال فين الاول؟ انا شغال مدير اداره في مصرية الاتصالات. مدير اداره يعني نفس الستره الخارجه. ربنا ربي يكرمك ان شاء الله. الف الف مبروك. عشان كده عايز تدخلها خاص بقى. لا هو مش هي بتدور على منحه بصراحه، بتدور على منحه او التعليم الافضل ان شاء الله. المحافظ يعني يشوف اللايف ده ويكرمها ان شاء الله. ربنا يكرم ان شاء الله. شرف لينا، احنا شرف لينا والله. شرف لينا والله ان عندنا حد من الوادي الجديد طلع الاولى على مستوى ومدارس متفوقين كمان. ربنا يبارك فيك، معلش تعبناكم بالليل. لا لا ادي بقى فاطمه بقى عشان اكمل مع فاطمه. فاطمه عايزه تدخلي طبعا كليه طب القاهره. مش ملاحظه ان انت حابه ترحل من الدخل اصلا وعايشه في الخارج عشان تروح اسيوط؟ هي بهدله بس انا هي لطيفه. لطيفه في ايه بقى؟ هو بعيدا ان بتبقى بهدله ان انا معتمد على نفسي كده، بس يعني كده كده انا هنا في الخارجه يعني مش
مش من هنا على طول، فانا كده هتعرف على ناس جديده. لا خلاص بقى هسافر بقى وهخرج بقى فخلاص اخرج اهم حاجه اخرج. ربنا يخليها. هي ما بتخرجش والله. مين كان اكتر واحد، بابا ولا ماما، كان فعلا دايما تحس ان هو بيدعي لك وسند ليكي في كل حاجه كل وقت؟ الاثنين. بس ماما كانت شايله الطين. ربنا يخليها لك يا رب. لا ان شاء الله هي عندها امل بالشكل. لا لا مش شايله. كل سنه وانت طيبه يا فاطمه. إيه ادي المايك لماما بقى عشان عايز اسمع ماما تقولي لي كده. يا حاجه الاول اسمك ايه يا حاجه؟ ابتسام عبد الستار سيد. اسمك ايه يا حاجه؟ ابتسام عبد الستار سيد. ابتسام شغاله يا ابتسام؟ اه. موظفه فين؟ في الكهرباء، في قطاع الكهرباء. في قطاع الكهرباء. لا كهرباء واتصالات عشان كده عايزين دخلوا خاص بقى مش فارق بقى. مش مشكله. يلا ربنا يخليها لك يا رب. ربنا يخليها لك. كنت متوقع ان فاطمه تطلع الاولى على مستوى الجمهوريه مدارس ستيم متفوقين كمان؟ لا حضرتك انا بس ايه كنت يعني ايه بحسب لها مثلا ايه تطلع من 100 130 الاولانيين بس تدخل. طيب لكن اولى لا. لكن اولى لا. لما جالك الخبر عملت ايه بقى؟ كانت صعبه خالص. لما جالك الخبر بقى وعرفت جالي الخبر اصلا حسبنا النسبه الاولى انها 95. تمام. ما عرفناش قصه الاوائل دي لما الاستاذ اسماء ضربت وقالت ان هي. ربنا يا رب يكرمك ان شاء الله. يا رب يا رب. الف مبروك. نفسك تشوفيها ايه بقى؟ دكتوره برضه في مجال معين؟ انا قصدي كده يعني دكتوره في مجال معين ولا استاذه في كليه الطب؟ دكتوره تخدم الناس اولا واخيرا. تخدم الناس. تخدم الناس طبعا. انت من كيرا. انت اصلا من القلمون في الدخل. والاستاذ ايمن الوالد من تنيده بلاط. يعني مركز مختلف ومركز مختلف. وفاطمه من اسيوط الوادي الجديد الخارجه داخله موت. ربنا يا رب يخليها لك ان شاء الله. اخر حاجه اختم معاك يا فاطمه، خد المايك. سر النجاح اللي تقوليه لكل اللي بيشوفك دلوقتي. الصحبه. الصحبة حقيقي الصحبة. آه. احنا يعني في سكن ما شاء الله يعني كلنا كنا بنذاكر، يعني حتى اللي ما كانش بيذاكر كان بيبقى قاعد لوحده. لما كل اللي بيذاكر كان بيشجع بعض، يعني حتى لو انا بلعب كان اللي معايا في الاوضة لا بيشدوني يقول لي لا ذاكري انت بتلعبي كتير النهاردة. ربنا فلا حقيقي الصحبة بتشد. الصحبة الحسنة طبعا. ربنا ربي. ربنا ربي. صراحة كويس. ربنا ربي يخليك ان شاء الله وتفرحوا بيها كده وتشوفوها استاذة كبيرة في كلية الطب وعالمة في الطب كمان. شكرا لك يا فاطمة وشرفتينا. كل سنه وانت طيب. شرف لينا والله ان بنت الوادي الجديد تطلع الاولى على جمهوريه مدارس متفوقين. شرف لينا. شكرا ليكم. كل سنه وانتم طيبين. مع السلامه.